السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخوتي في الله في هذا الدرس المتجدد من دروسنا المشروع. إن شاء الله سوف نتناول في هذا الموضوع أحسن 7 إضافات إلى جوجل كروم. سوف نتناول بإذن الله في هذا الشرح أول إكستنسيون أعجبتني، وهي إكستنسيون خاصة بمصممي أبواب عبر نموذج أو عبر فريم ورك بوتستراب، وهي عبارة عن إضافة تسمح لهم بمعاينة جميع مكتبات البوتستراب وذلك أوفلاين، وهذا ممتاز للأشخاص الذين على كل حال لا يملكون أنترنت في منازلهم مثلا، يستطيعون تحميل هذا وإضافتها إلى جوجل كروم، وبعد ذلك بدون أنترنت يستطيعون الوصول إلى أي إكستنشن أو أي مكتبة من مكاتب البوتستراب. الإضافة الثانية بإذن الله وهي ليس قصد المصممين وإنما وهي الإضافة الثانية والتي هي خاصة مشابهة لها، وهي خاصة بالمطورين، وهي بنفس البرنسيب أو بنفس الصيغة تستخدم، وهي خاصة بمبرمجي بي اتش بي يستطيعون باستخدامها الوصول إلى جميع دول الـ PHP، وذلك عن طريق بطريقة أوفلاين مباشرة من المتصفح بدون اتصال بالإنترنت. الإضافة الثانية عفوا الثالثة وهي تسمى ويندو ريسايز، وهي تستطيع أن تمنحنا ريسايز لمتصفحنا على حسب الشاشة التي نريدها، مثلا نريد اختيار شاشة تشبه مثلا أجهزة الهواتف المحمولة، نستطيع اختيار أي شكل ونضغط فقط مباشرة على النموذج تصغر الشاشة وتصبح مثل الشكل، وهذا مفيد للأشخاص الذين يستعملون مواقع ريسبونسيف. الإضافة التي بعدها وهي إضافة تسمى ريسبونسيف ويب بيج تستر، وهي تستخدم بنفس الطريقة ولكن تستخدم بطريقة جيدة جدا هذه المرة، تمنحنا العديد من الهواتف التي نشغل فيها البرنامج، ولكن فيها خاصية جيدة أنها يعني تسمح لك بالتحقق من موقعك يعني مباشرة على شكل وكأنك تستخدم الهاتف الأصلي الذي اخترته. نستكمل وتبقى لنا الإضافة القادمة وهي إضافة بيج رولر، يعني إضافة ممتازة جدا تسمح لنا بقياس مثلا مربعات أو قياس صور، قياس أحجامها يعني أو أطوالها أو أبعادها عفوا. مثلا لدينا هذا مربع البحث في جوجل، نريد صنع مربع البحث منه في موقعنا، فنضع هذه اللوحة هنا ونقيس طوله بدقة كبيرة. إذا طول مربع البحث في جوجل هو 488 وعرضه 42 بيكسل، يعني أداة ممتازة جدا لحساب الأطوال. الأداة القادمة وهي كولور بيكر تسمح لنا باختيار مثلا أعجبني مثلا لون معين أريد أن أستعمله في موقعي، مثلا الأصفر هذا، فنضغط عليه فيعطينا كود اللون الأصفر بهذه الطريقة، أو عندما نضغط هنا يعطينا الثلاث طرق الأخرى وهي طرق الـ RGB والـ HSR. هذه الإضافة التي تسمى Postman REST Client REST، يعني REST، وهي تستخدم للأشخاص الذين يستخدمون ويب سيرفيس، وهي أحسن مكاتب أو أحسن إضافات الويب سيرفيس التي تمنحنا نظرة شاملة على الكود المستخرج من الويب سيرفيس عن طريق هذه الأداة. يمكننا يعني استخدام أي رابط هنا لويب سيرفيس ثم نبعث الداتا إلى الويب سيرفيس ويرجع لنا بكود الـ XML أو كود الـ JSON. نشكركم على الإصغاء والمتابعة، وهذا أخوكم محمد، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.